تعالوا بقى نسمع أبو العريف. يا باشا هو صاحبي جدا، ما بيخبيش علي حاجة، كلوز فريند. دخلت مكتبه لقيته بيسريش على أنواع الدعامات. قلت له حبيبي وفر مجهودك، الدعامة يا إما صيني يا إما ياباني، الاتنين غاليين. مع ذلك الصيني مش هتعيش معاك سنة ولا اتنين وتحتاج تغيرها، الياباني أغلى، بس الدكاترة هنا ما بيعملوش موضوع الدعامة ده كتير عشان الناس بتتكسف، فتلاقيهم مش متعودين على العملية دي. مادام كده كده هتدفع والدعامات بأرقام خيالية، طب ما تطلع رحلة لأوروبا، أي بلد أوروبي تعملها هناك أضمن، والدكاترة واخدين على العملية دي أكتر، وحتى الصيني اللي بيروح أوروبا غير الصيني اللي بيجي بلدنا. يعني لو هتعمل دعامة صيني في أوروبا هتبقى أحسن وتعيش معاك أكتر، ولا إيه؟ أهو دي بقى أكتر مرة شوف أبو العريف بيخرف. يعني دي مش كمية تخاريف عادية، ده ماسورة تخاريف انفجرت في وشنا، ماسورة هبل اتقالت دلوقتي. أولا مفيش حاجة اسمها مش عارف إيه وإيه، بس ده رقم واحد. المريض مش المفروض ان هو يعني يشغل باله بنوع الدعامة، البلد المنشأ، الدكتور هو اللي بيرشح وهو اللي عارف. سليم. تاني حاجة، الجراحين المصريين افضل جراحين في العالم في اجراء جراحات الدعامة. واضيف لحضرتك على الهواء قدام العالم كله، مصر كعبة امراض الذكورة في العالم كله. في العالم كله يحج اليها كل من يريد ان يعالج مشكلة الضعف الجنسي من كل دول العالم. يعني مفيش مقارنة بين يعني عدد العيانين اللي بيعملهم جراح المصري أكبر بكتير من أي عيان من أي عدد تاني موجود في أي دولة في العالم. بالتأكيد. نورت يا فندم، شرفتنا في الدكتور. أشكرك دكتور أيمن. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ أمراض الذكورة وضعف الجنسية، الأستاذ في كلية الطب، صاحب زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة، كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.